يعني موضوع المقطع قبل هذا، مقياس التحكم او مقياس زين يختلف من شخص لشخص. يعني الشخص اللي يسمي انسان زين يرى ان 60 كافي، شخص ثاني يرى زين او تحكم لابد يكون 90 فما فوق وقت ذلك. هذا ينطبق على العصف ايضا، لما يقال لك حصان معسوف يختلف من شخص لشخص. بعض الناس يرى العصف حصان مركوب، بعض الناس يرى العصف حصان مركب على سرج متقبل السرج، بعض الناس يرى العصف الحصان سوى جميع الاشياء الاساسيه، مسار، خاب، هذا فتح الى اخره. بعض الناس يرى العصف وان الحصان متحكم فيه في جميع الاشياء الاساسيه، في المسار، في الخاب، في الهد، في الفتحه، وتركب الطفل عليه صغير رد بسهوله. صح لو استمر يركب الخطا بيخرب معه، لكن اول ما تركبه عليه بيمشي معه زين. ما يعني انه متحكم فيه تحكم تام لدرجه انك حتى لو سويت خطا يرضي الخطا. لما تركب حصان في طبع انطلاق كيف يسمى معسوف؟ لما تركب حصان في طبع تشنيع كيف يسمى معسوف؟ نعم معسوف، نعم مركوب، نعم عرف جميع الاشياء الاساسيه بس عرفها خطا. ذاك لما تعطيه الشخص اللي يركبه صحيح يعيد عصف الحصان مع انه معسوف. فكلمه عصف تختلف من شخص لشخص. تقييم العصف او اعتبار الحصان معسوف يختلف باختلاف درجات طرق الركوب او حسب التطور. شخص يرى العصف الشيء الفلاني، شخص اخر يرى الشيء الفلاني ربع عصف، شخص يرى الشيء الفلاني عصف حقيقي وكامل، شخص اخر يرى مستحيل انك تحصل على شيء ده وقت على ذلك. فلما يقال حصان معسوف او حصان عصف زين، اعرف وش مقصد الشخص بحصان معسوف.